سوف تقوم بتسجيل الدخول إلى الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو، ثم تضغط على هذا الخيار وتقوم بالضغط في الأعلى على الريجستر. طبعا بعد الضغط على الريجستر سوف تقوم بوضع بريدك الإلكتروني ثم كلمة السر من اختيارك وإعادة كتابة كلمة السر. طبعا بعد وضعت البيانات فسوف يتم إرسال رسالة التفعيل إلى بريدك الإلكتروني. سوف تجدها يعني في خانة الرسائل الترويجية. سوف تقوم بفتح يعني الرسالة وسوف تجد رابط التفعيل، تضغط عليه على أساس تفعيل حسابك. بعد ذلك يمكنك الدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول ببريدك الإلكتروني الذي سجلت به وأيضا كلمات السر، ثم تضغط على الدخول وننتظر قليلا حتى يتم تسجيل الدخول إلى الموقع وإلى حسابك. ومن هنا يمكنك كما ذكرت طلب البطاقة فقط بالضغط على هذا الخيار كما تشاهدون، ثم تقوم بالضغط على يعني نوع العملة التي تريد يعني أن تظهر يعني قيمتها يعني البطاقة، فكما تشاهدون يعني 10 دولارات. يمكنك دفعها على باي بال أو أي طريقة أخرى، وأن تحدد العملة ثم تضغط يعني ثم توافق على الشروط ثم تضغط على سيلكت. وهنا الأمر المهم جدا يعني حيث سوف تقوم بوضع بياناتك الشخصية، سوف وضع جميع البيانات. طيب الحين وضعت بعض البيانات يعني عشوائية، وضعت اسم مختلف يعني وضعت عنوان يعني وتاريخ الازدياد، الدولة، الشارع، يعني العنوان الحقيقي الخاص بك. هذا مهم جدا أن تضع عنوان حقيقي خاص بك، أنا وضعته عشوائي لأنني فقط أعطيكم يعني نموذج حصلت يعني على البطاقة من قبل. سوف تقوم بوضع كما ذكرت عنوانك الحقيقي الذي سوف يتم إرسال إليه يعني البطاقة، ثم الرمز الدولي للبلد يعني، ثم أيضا المدينة أو المقاطعة، ثم المدينة والرمز البريدي ورقم الهاتف، ثم تضغط على الحفظ، ثم سوف يتم تحولك إلى صفحة بهذا الشكل أحباب في الله. وهنا سوف تحدد في هذا القسم يعني طريقة الدفع التي تريدها، فلو اخترت مثلا باي بال ثم ضغطت على هنا على هذا الخيار فسوف يطلع لك يعني نافذة على أساس تسجيل الدخول إلى حسابك على باي بال وخصم يعني المبلغ الذي هو موجود هنا 10 دولارات. ثم بعد خصم المبلغ فسوف يعني تعطيك يعني رسالة من الموقع بأنه يعني تمت العملية بنجاح وتتم يعني عملية المراجعة، ثم بعد التأكد يعني سوف يتم إرسال البطاقة إلى عنوانك الشخصي. طبعا بعد إرسال البطاقة فأنت سوف تحتاج إلى تفعيلها، بالتالي سوف نمر يعني سوف أفتح الحساب الذي ربطته ببطاقتي الشخصية ونشرح طريقة التفعيل. طيب بعد تسجيل الدخول إلى حسابك وبعد أن تصلك يعني البطاقة فسوف تدخل إلى الموقع وسوف تجد يعني هذه العلامة كما تشاهدون لتفعيلها، نضغط عليها ثم سوف يطلب منك وضع الرقم الأخير، رقم البطاقة يعني الأخير يعني رقم الحساب التي سوف يظهر يعني في البطاقة في حالتي بهذا الشكل، ثم أيضا يعني الشهر الذي سوف تنتهي يعني فيه، ثم السنة التي سوف تنتهي فيها في حالتي 2018، يعني كل شيء يعني موجود في البطاقة. ثم نقوم بالضغط على اكتيفيت هنا كما تشاهدون، فتم يعني تفعيل البطاقة بنجاح كما تشاهدون أحبابي في الله. وأكيد يعني تبقى نقطة واحدة وهي تفعيل يعني الحصول على البين الخاص بالبطاقة، الرمز السري الذي يمكنك من خلاله يعني سحب أموالك في أي بنك يعني يدعم بطاقات الفيزا، بالتالي سوف تتصلون يعني بالرقم الذي سوف يظهر يعني في الشاشة، سوف تقوم بالاتصال بهم وتتبع المراحل حتى تحصلون يعني على البين الخاص بالبطاقة أو الكود الخاص بالبطاقة لسحب الأموال. طبعا يعني البطاقة أيضا أحباب في الله يعني تتعامل يعني بعملة البيتكوين، يعني بالتالي سوف يعطيك هنا يعني الرابط الذي يمكنك عبره يعني تحويل الأموال إلى البطاقة. عند تحويل يعني الأموال عبر هذا الرابط سوف تضغط على هذا الخيار، ثم يعني تحدد يعني المبلغ الذي تريد يعني تحويله إلى البطاقة، ثم تقوم بالضغط على هذا الخيار وسوف يتم يعني تحويل المبلغ مباشرة، ويمكنك سحبه في أي يعني بنك يدعم بطاقة الفيزا. طيب الحين شرحنا جميع هذه الخطوات، سوف نمر إلى شرح طريقة تفعيل يعني حساب باي بال بهذه البطاقة. فإذا دخلت يعني على حسابك في باي بال سوف أقوم بالدخول كما تشاهدون. الحين دخلت إلى حسابي على باي بال، فالحسابات الغير مفعلة أصلا تظهر يعني رسالة، هذا التصميم الجديد يعني الخاص بباي بال،
تظهر رسالة يعني لتفعيل الحساب. وإذا كنت تستعمل يعني الشكل الجديد للباي بال فيمكنك الضغط هنا مباشرة أحباب في الله، ثم سوف تنبثق لك نافذة بهذا الشكل، تختار نوع البطاقة في حالتنا يعني فيزا كارد، ثم رقم البطاقة، وأيضا يعني التاريخ الذي سوف تنتهي فيه البطاقة. جميع هذه المعلومات موجودة على الواجهة الأمامية للبطاقة، وأيضا هذا الرقم الذي سوف تجده كما تشاهد خلف البطاقة المكون يعني من 3 أحرف أو 3 أرقام، ثم تضغط على جواردار. الحين بعد إضافة يعني البطاقة فسوف باي بال سوف يقوم يعني بإرسال مبلغ صغير، يعني مبلغ صغير إلى حسابك، يعني سوف ترجع إلى الحساب وسوف تجد ذلك المبلغ وعليك معرفته، ثم الرجوع إلى باي بال ويعني إضافة ذلك المبلغ يعني الذي تمت إضافته، حتى يتم يعني التأكد فعليا إذا كانت هذه البطاقة لك شخصيا. فطبعا يعني بعد وضع البطاقة فسوف يستغرق تقريبا يوم إلى يومين يعني لإرسال هذا المبلغ كما أشرت يعني إلى حسابك على البطاقة. ثم بعد أن تحدد يعني أن تعرف عفوا يعني المبلغ الذي تمت يعني إرساله، سوف ترجع مرة أخرى إلى باي بال وسوف تقوم بوضع المبلغ الذي قام بإرساله لك، يعني وهكذا تكون قد قمت بتفعيل حسابك على باي بال. هذه إحدى الطرق أحباب في الله للحصول على بطاقة فيزا كارت، وأيضا تفعيل عبرها يعني باي بال فقط يعني بـ10 دولارات. فهناك يعني طرق عديدة للربح عبر الإنترنت يمكنك اعتمادها يعني لشراء البطاقة التي سوف تفيدك بطبيعة الحال إذا كنت من الأشخاص الذين يريدون تفعيل الباي بال وأيضا يريدون الشراء عبر الإنترنت.